تحت شعار تطوير رؤية مشتركة في العاصمة البريطانية لندن، شاركت مملكة البحرين في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية لعام 2022 بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة. وتأتي هذه القمة لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية. في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول، جاءت مشاركة المملكة في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية لعام 2022 لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية. وأكد خلال القمة سعادة وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين على رفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم. تعد المملكة المتحدة من الشركاء الرئيسيين لمملكة البحرين في التبادل التجاري وأيضا في الاستثمارات المشتركة. هذا طبعا دفعنا مع أخواننا في دول مجلس التعاون إلى التركيز على سوق المملكة المتحدة وعلى بريطانيا بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي بابتداء عملية المفاوضة في الوصول إلى اتفاق في التجارة الحرة، والحمد لله يعني نأمل أن ينتهي هذا التفاوض ببداية العام القادم أو منتصف العام القادم حيث نصل إلى صيغة نهائية واتفاق لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، اللي طبعا راح يكون لها انعكاسات إيجابية على تطوير التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين المملكة المتحدة والخليج بصفة عامة والبحرين بصفة خاصة. كوني رئيس اتحاد الغرف العربية اليوم نصب إلى تغيير تفكير الأخوان في إنجلترا باعتبار السوق العربي سوق مستهلك، ولكن احنا توجهنا تشجيعهم ان يعتبرون السوق العربي سوق شريك ومستثمر فيه. نحن حين مقبلين على مرحلة تحول في النظام الجيوسياسي، التحديات الكبيرة، ولكن من كل التحديات تطلع فرص. البحرين بلد صغير لكن لديها دور كبير تلعبه كإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو بلد لديه علاقات دولية جيدة خاصة على الصعيد التجاري، وهناك اتفاق يتم إبرامه حاليا بين المملكة المتحدة ودول الخليج، والبحرين لها دور كبير في ذلك. من الناحية التجارية علاقات هي من أقوى العلاقات القائمة حاليا، وتوضيحا وإشارة إلى مندوب الملك التجاري للشرق الأوسط في بعض النقاط اللي وضحها اليوم، أنه دول مجلس التعاون تشكل في المرتبة الثالثة بالنسبة للتبادل التجاري مع بريطانيا. لدينا العديد من الشركات تعمل بالفعل في البحرين، وكذلك لدينا جالية بريطانية تعيش هناك. هناك الكثير من الروابط التاريخية التي تميز صداقتنا، وكل هذا يدعم اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، والبحرين سباقة للعمل بهذا المشروع. وتؤكد مشاركة البحرين في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية حرصها على مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين البحرين وبريطانيا على مختلف الصعد، ومن أهمها الصعيد الاقتصادي والاستثماري.